عسلامة. عسلامة قد روحي. انا روعه يعني شاعره وكوميديه، فهمتني؟ يعني انا موهبتي مش انا ندعي لي عندي موهبه. أما انت موهوبه؟ لا مش انا جو في دير سا، مي انا عرضت روحي على اهل الاختصاص، يعني من فطاحلة الشعر في تونس والكوميديا، مشيت لهم وعرضت موهبتي، يعني قالوا لي انت موهبه لن تتكرر، فهمتني؟ ومش باش يكون عندك اشعاع في تونس برك وفي العالم العربي، فهمتني كيفاش؟ هذايا قالوه، مش نفخر في روحي، انا انسانه نحكي في كل المواضيع، يعني ننقد بطريقه هزليه ونتخصى خاصه مع لي ستار، فهمتني؟ يعني لي ستار والعباد المعروفه اعلاميين، يعني كما يقولوا كي الفرصه من راس الراس، ما نسيب حد لا اعلامي لا سياسي لا فني، فهمت؟ ننقدوا بطريقه هزليه ونضحكوا كل شيء. انا كي مشيت يعني مشيت لاهل الاختصاص، كيفاش تعرضت؟ يعني اكبر النجوم في تونس اللي يدعيوا اللي هما عندهم فكر وموهبه ودرشنيه، انا تصدمت تصدمت. ناس قلابه، مش الكل بيان سور، كيفاش؟ برشا ان غران نومبر منهم ناس قلابه. ناس شنو معناتها؟ يجيك يقولك نعطيك اربعه سوردي واكتب لي، انا نبرز في التلفزه وانت تقعد في الخفاء. ما نعرفش، انا خوفتهم موهبتي، خوفتهم جرأتي، فهمتني؟ ناس تخاف من اي واحد يجيهم جديد. نحس ناس فما برشا عباد مافيا مسيطره على الاعلام، مسيطره على الواحد، حاشا البعض بيان سيغ. انا من انت عامله مسرح؟ انت عامله مسرح؟ اجا نقول لك، انا انسانه عندي الموهبه من اللي عمري 3 سنين، راه عامله اداب، فهمتني كيفاش؟ عامله اداب من الصغرى، يعني عامله اداب ونعمل مسرح، فهمتني؟ والموهبه هذه خلي في الظل، عرفت كيفاش؟ انسان تعرضت للاقصاء، للتهميش، اي واحد نمشي، انا ديغنييغمون مشيت لقناه معروفه نجم نذكر اسمها، فهمتني؟ اقوى قناه في تونس اللي هي الحوار، فهمتني؟ بيان سيغ كلهم استقبلوني بالكدا، نشكرهم الكل، مثلا اسمه ذاك بالحاج، سيف بن عمار، ناس بروفيسيونيل سمعوك ورحبوا بيك وكل شيء، وقالوا لي انت موهوبه وكل شيء، تي فا ترافايي افيك نو. On va passer un mois et après نعملوا معاك الكونترا باش تتعدى كل جمعة معانا، فهمتني كيفاش؟ أنا مشيت تصدمت وقت اللي جيت باش نتعدى بوغ لا بروميييغ فوا قدام الكاميرا، نلقى دو كرونيكور معروفين، واحد يبدا اسمه بالزي واحد بالماء. أنا ما نحبش جوسيت لو نو بوغ ايفيتي لي بروبليم، أما الناس الكل تعرفهم شكون كي أنا نقول هكي، فهمتني؟ نلقاهم محضرين لي روحهم. أول حاجة أنا مشيت محضرة روحي وكل شيء، وتعدي تصور إنسان بوغ لا بروميييغ فوا باش يتعدى قدام كاميرا، باش يبدا بيان سيغ عنده شوية تخاك. شنو عملت؟ إي أنا وقتها حكيت الموضوع يعني على الرجال وكل شيء، موضوع حساس يثير الحساسيات، فهمت؟ حسوه باش يعمل البوز وباش نضرب، فهمتني كيفاش؟ أول حاجة احكيه لنا الموضوع. قلت لك على الرجال، يعني التحرش الجنسي وعلى الواحد، فهمتني؟ يعني المواضيع المشاكل المرأة تصادفها في المجتمع التونسي، فهمت؟ خاطر انا متخصصه سيغتو كل المواضيع، انا ما نحبش نفرق بين المراه والراجل، اما سيغتو المواضيع اللي تهم المراه. مشيت الغاديكا حسيلو، انا دخلت قدام الساعه هما محضرين لي رواحهم، وانا تغدرت، فهمت شو؟ ما كنتش محضره روحي، انا ما توقعتش عباد نجوم ومعروفين باش يغيروا من وحده مازالت جديده، الي اونكور ديبيتونت، فهمتني كيفاش؟ ناس وصلت وعندها سنين في الدومين، انا دخلت حسيلو تقول وحده دخلت من اسرائيل. أول حاجة هزني وهبطني هكا، خزر لي هكا، فهمتني؟ اللي اسمه بالزي ولا اللي اسمه بالماء؟ اسمه بالزي، فهمتني؟ خزر لي عمل لي هكا، فهمت؟ يعني أنت جاية باش تنافسنا احنا، يعني حقرني، عرفت كيفاش؟ حاسينه هذه تحطيم أعصاب. دخلت لداخل نلقاهم اللي اسمه بالماء، قال لي اسمع لوسكو تي تيرمين أنا ندخل هاو ماشي نعمل سيجارو، رافض باش يسمعني ويهيج عليا في الجمهور، يضحكوا ويزفروا، فهمتني كيفاش؟ مازلت ما تكلمتش، ها من الجمله الاولى انا نجي باش نتكلم وهما فهمتني؟ اوكي انا نضحك، اما مازلت ما تكلمتش، فهمتني؟ مازلت ما عطيتش شنو عندي، فهمت؟ ودرا شنيا؟ وانا نقول كلمه هو يكررها بتمقعيته، وهذه شكون جابها؟ هذه فهمتني؟ يعني اون ديغي انا حشره ولا قمله دخلت له، هذه هالشيء هذا شكون جابه؟ يعني يلمح للجمهور اللي انا جابني اكس ويغريك، ولا تعدى عليا فلان وفلان، انا وصلت بموهبتي. جيت لهنا نلقاهم يسجلوا هنا، قلت له كيفاش كوموس سباس شي فو؟ قلت له نجم انا نقدم روحي؟ قال لي تجينا وكل شيء ونسمعوك، كان عجبتنا تو نقبلوك. مشيت لهم وعجبوني، لا اكس ولا يغريك الدخل،
بمجهودي الخاص وبموهبتي، فهمت؟ خاطر انا عندي كان ربي وموهبتي، ما نعرف حتى حد، نلقاه ناس يلزمها. الحقيقه انا من كلهم باهين في الحوار، راه اللي يخدموا غادي كان ناس بروفيسيونيل وجونتي وتعاملوا معايا كاني انسانه معروف. اما الزوز هذوما علاش مشكلتهم اي واحد جديد يدخل يعملوا؟ انا بعد الفازه هذيك تعرضت لمشكله نفسيه كبيره ياسر، خاطر انا وقتها امي كانت على فراش الموت، مش للداعي ولا نتمسكن وكل شيء، وفرحت وزغرت وعملوا كل شيء، وبعد تتصدم بنتها كيفاش تروح تبكي جوغينوي وهي تبكي، فهمتني؟ يعني انسانه تعرضت لمشكله نفسيه. تصور انت لو غيف دونفونس، ملي انا تقلقت نحب نكون انا نعطي اللي عندي، والله العظيم الناس كل تحب الفلوس، اوكي نحب الفلوس ما ننكرش، مش باش نقول لك انا داخله ما نحبش الفلوس ولا جو في ترافاي غراتويتمون، مي سي با لارجون كي مانتيريس، انا نحب نغير في برشا حاجات وننقد برشا حاجات، وعلاش احنا ما نكونوش كيما لوروب؟ علاش ما تكونش انت بمجهودك توصل؟ وبفكرك علاش يلزمك عندك اكس وي غريك ولا بوك فلان وفلتين باش انت توصل؟ علاش بها القنوات هما ملكوها وحتى ملكتها؟ انا قالوا لي امشي لسامي الفهري في الحبس وقتها، هو راهو انسان جونتي وما يحبش الظلم، كيما هو تعرض للظلم راهو انسان مظلوم في قناته، سا باس با ان ابيرسو، ياخذ لك حقك. اما انا كيفاش باش نوصل له سامي الفهري؟ فهمتني؟ وبيان سيغ انا الحبس هذايا ما نجمش نمشي له هكاكا، فهمتني؟ فهمتني؟ قلت لك انا ما نجمش نمشي له للحبس، يعني انسانه مراه ونخاف بيان سيغ، فهمت؟ اما انا وقتها سامي الفكر جي شيرشي بارتو بور لوي راكونتي ليستواغ، قلت له راني انا تعرضت للمهزله في قناتك، لا يزي اهانه ولا يزي قمع ولا يزي علاش؟ علاش؟ هما يساووا رواحهم كيفاش وصلوا؟ كيفاش كانوا؟ خليني هذا يتسمع فن ماهوش فن، انت جابهني بالافكار، جابهني بالفن، جابهني بموهبتك، مش جابهني تجيني تعمل لي مشاكل وتحط لي العصا في العجله، فهمتني كيفاش؟ وين باش يمشيو هذوما من ربي؟ وثم بعض المخرجين اللي انا مشيت لهم، فما شخص زاد معروف في نفس القناه؟ لا لا، في يعني عنده شركه انتاج، قال لي اكتب لي مسلسل كوميدي، سمعني؟ قال لي اكتب لي مسلسل كوميدي، اي ابخي، فهمت؟ il m'appelle tous les jours يقول لي انت اكتب لي، وانا من تبدا في الفكره اولى نعدي لك، وانا شنو باش نربح؟ شنو باش نربح؟ لا احكي على فلوس، لا احكي على حتى شيء، يعني انت اسافواغ العمل هذاك باش يطلع باسمك وانا نكتبه، فهمتني؟ وحتى تعطيني فلوس، انا مال العالم، انا ما يخلينيش نسلم في موهبتي، انا عندي نكتب في اي حاجه في اي موضوع هما هبلوا، كيفاش عندي لو كوتي، يعني انا نكتب مواضيع للنخبه ونكتب مواضيع زادة للشعب، يعني للإنسان الأمي والجاهل ولأي شخص، فهمتني كيفاش؟ مش نكتب كان للنقبة، ما يهمنيش أنا النقبة، فهمتني؟ يعني إنسانة نكتب للعباد الكل، ومهب له كيفاش إنسان عنده الموهبة الكل في الشعر وفي الكوميديا وكل شيء، حب يخافوا لا أنا نظهر في التلفزة وجهي ما يحبوش يطرى، ناس يعني بعبع، أنا مثل لهم بعبع، فهمتني كيفاش؟ وفما واحد كوميدي زاد قال لي اكتب لي، قلت له علاش ما نتعداوش نعملوا انديو انا وياك باغ اكزومبل بالكوميديا، هو مع وحده معروفه، فهمتني؟ قال لي لا اكتب لنا وكا هو وحنا باش نعطيوك الفلوس، انا شنو نعمل بهم الفلوس؟ يعني انا بمجهودي الخاص انت تبرز، يعني تطلع على كتافي، خاطر انت تيكوني لي جون في التلفز وانا ما نعرف حد، فهمتني كيفاش؟ يعني انا قلت لك نكتب في كل شيء، الكوميديا، الشعر، أي حاجة فهمت تخص لي ستار، نعمل كلاشات، يعني مش نهم كان فئة معينة ولا عمر معين، حتى اللي عمرهم 15 و 16 وكل شيء، نهتم بهم، فهمت؟ يعني أنا كي نقمص شخصية يعني إنسان مواطن، نتقمص شخصية الطفل والشيخ، وإنسان من الريف، وإنسان من المدينة، ما عنديش إقصاء لحتى حد، الناس الكل، تونس هذه مخلوقة للناس الكل، ومتاع الناس الكل، وراهي ماهيش متاعكم تونس، الكلنا توانسة، فهمتني؟ حسوا شوية بالعباد، راكم دخلتونا في حيط، يعني أنا سام في مال، سام في مال كي نشوف عباد ما عنده إنيورون، ما عنده حتى كولتور، ويطلع كرونيكور في التلفزة، إيش تعمل؟ كيسكو تو في إيسي؟ انت قاعده تبث في السموم راهي للشباب، تجيني تتمجد لي الزطله في التلفزه باش تعمل البوز، فما ديزادوليسون يتفرجوا فيك، تجي تحكي لي
حشيك على الدعاره في التلفزه وتمجدها وتقول انا سا باسي ناپيرسو. وكي تبدا عندي فما وحده كرونيكوز معروفه قالت لك انا في التلفزه كي تجي جارتي تعمل في الدعاره في نفس العماره انا ما نقودش عليها للشرطه. اش قاعده تعمل انت؟ انت قاعده فما شباب يتفرجوا فيك، تحب تميع المجتمع ما يزيش احنا اللي فيه، تحبوا تغرقونا اكثر من اللي غرقنا. يعني انتوما باش تعملوا البوز وباش تربحوا الفلوس والمليارات على حساب المواطن التونسي. الشباب هاك بخليتوهم الاخر يبكي يحب يحرق، الاخر يندب على سعده. فهمتي اش عملتوا فينا اكثر من هكا؟ يعني انت تجي واحد ما عندوش حتى سيزيام اني بريمير يبث في في الجهاله شيء فاش قاعد يعمل في التلفزه، وجي انسان مثقف وعنده موهبه وعنده تقصيه وتبعده خاطر تعرفوا باش يوصل. خاطر هذوكم سون دي بيروكي اللي تقولوا لهم تكتبوه لهم يقولوه يعاودوه كيما ببغى، ما عندهمش فكر ما ينقدوكمش. يعشقوا التافهين والسطحيين فوالا. يعني انا مثلا الشخص هذايا خاطر هو انسان يكتبوا له كل حاجه يعملها يكتبوها له، قاعد يهجي يقرا يحفظ كيما المحفوظات. اما انا جيت باش نكتب لكم الافكار، باش نعطيكم افكار جديده بكل تواضع، مانيش نفخر في روحي. فهمتني كيفاش؟ هبلوا كيفاش امراه ساعه اول حاجه هالي دو كرونيكور هذوما مستقصدين المراه. هذوما انا نسميهم اعداء المراه. كل نجمه تجي، كل كرونيكوز تجي مستهدفينها. فهمتني؟ كي يجي رابور ولا يجي اي شخص يبداو يبندروا له ويطبلوا له خاطر هو راجل كيفهم. اما المراه ما عندهاش الحق، ما يلزمش عندها شخصيه، ما يلزمش عندها راي، ما يلزمهاش توصل. فهمتني؟ يبداو يلمحوا في حاجات خايبه ياسر على شرفها وايحاءات. فهمتي؟ يضربوها في شرفها اللي توصل. سام في مال انا تحطوا عبيد شنو هذوما دي بسيكوبات؟ انا راي بلاصتهم منوبه مش التلفزه، حطوهم في منوبه جيبوا لهم امسيكياتر يشوفهم. فهمتني؟ انا يعني انا اول حاجه الاشخاص هذوما ما يجوش في عشر موهبتي، في عشر ثقافتي، ما غير غرور. تجي انت بتحقرني تعمل لي هكا؟ فهمتني؟ ولا تلحي لي الادوات اللي انا باش نعمل به؟ لي ساس في باون دي سا، هذه ايحاءات جنسيه، هذه ما نعرفش شنيه. انتوما الجنس بيدو، انتوما تحكيو في حاجات ما تتحكيش في التلفزه. بعض القنوات مش الكل نحكي، فهمت؟ بعض القنوات محترمه وبعض القنوات انتوما تحكيو في حاجات انا نحشم حتى باش نقولها بيني وبين روحي. وتدعيوا العفه، تي فما عبيد في التلفزه يجي يعمل لك في روحه انا قديس. فهمتني؟ ولا تعمل لك في روحها انا مريم العذراء، وهي الموبقات اللي تعمل فيهم حشاكم من الشراب ما تصحاش، ومن اللي باغ ما يخرجوش مرا ولا راج، وتجي غادي تدعي لي العفه والشرف. فهمتني؟ تكون ناتيوغيل باش يحبوك العباد، كون سبونتاني، كون فرون. فهمتني؟ يوصل صوتك.